والآن نتحول في نشرة السادسة للتعرف على أهمية أنباء المال والأعمال. ومصطفى مزار. شكرا سحر ناجي. شكرا ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. نجح مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط في إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز المسال منذ بدء عمله في عام 2005، والذي توقف عن العمل لفترة 8 سنوات قبل إعادة تشغيله مرة أخرى في فبراير من عام 2021. هذا وقد قام مصنع الإسالة بدمياط منذ إعادة تشغيله في عام 2021 بتصدير 7.2 مليون طن غاز مسال، منها 4 ملايين طن تم تصديرها في عام 2022، مما يعد أكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع والذي يمتد لنحو 20 عام، ما يجعله المصنع الأول في مصر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال، ويساهم كذلك في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة المتوسط. وقد تم تصدير حوالي 60% من إجمالي الشحنات من مصنع إسالة الغاز في دمياط إلى أوروبا. أعلن ميناء الأدبية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أبراج تقطير للغاز لميناء الأدبية تمهيدا لنقلهم لمجمع غازات الصحراء الغربية. أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أبراج التقطير تم تصنيعها بأياد مصرية خالصة في الورش المركزية لشركة بتروجيت، وتهدف الأبراج الجديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع الغازات إلى 1500 مليون قدم مكعب يوميا، ويأتي هذا ضمن خطة تعظيم الاستفادة من موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن طريق أعمال التطوير المستمرة، والتي أدت إلى إسهام الموانئ في تسريع وتيرة العمل بالقطاعات المختلفة. أكدت وزارة التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروع هو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنفيذ الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة لا تتعدى فائدتها 5% من أجل تشجيع الشباب على العمل والحد كذلك من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب. أوضحت الوزارة أن هذه المشروعات والتي ساهمت في توفير أكثر من 142 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذتها ونفذها مشروعك حتى الآن بلغ أكثر من 203 مشاريع ضمن آلاف المشروعات، وبقروض تقترب من 26 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالي 2.3 مليون فرصة عمل. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بشكل عام مع تراكم الأسواق لاجتماع أوبك وحلفائها وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة وبيانات حكومية أمريكية عن مخزونات الخام والوقود. هذا وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 42% لتصل إلى 85 دولار و10 سنتات للبرميل. هبط كذلك سعر الخام الأمريكي بنسبة 8% لتسجل 78 دولار و 81 سنتا للبرميل. هذا وقد تراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.79% لتسجل 3.4 دولارات للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 2.35% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجل معدل التضخم أعلى مستوى له منذ 48 عاما في باكستان، والتي تشهد أزمة ويزورها وفد من صندوق النقد الدولي لعقد محادثات عاجلة. بلغ التضخم في البلاد من عام لآخر في يناير بلغ 27.5%، وهو أعلى معدل منذ مايو من عام 1975، فيما علقت الآلاف من حاويات الشحن في ميناء كراتشي. و
وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى مع ريهام وصحر. شكرا مصطفى.